بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم وحدات الطول غير القياسية للصف الثاني الابتدائي. فكرة الدرس أن أختار وحدات غير قياسية وأستعملها في قياس الطول. طبعا كما تعلمون أنه في إذا أردنا أن نقيس شيئا، أول ما يتبادر إلى الذهن هو استخدام المسطرة، ولكن في السابق كان الناس يستخدمون بعض الأدوات الأخرى مثل استخدام الأصابع في القياس، مثل استخدام حبات الفاصوليا. هذه نسميها وحدات غير قياسية. اليوم سوف نستخدم أيضا بعض الوحدات غير القياسية، وسوف نختصرها إما باستخدام المكعب الموجود في أسفل الصفحة أو المشبك الورقي. في البداية سوف نعرض المثال الموجود أمامنا في هذه الصفحة لاستخدام لقياس القلم الموجود أمامنا. طبعا القلم هنا عند استخدام المكعبات استخدمنا 6 مكعبات تقريبا لقياس القلم، أما لقياس القلم باستخدام المشابك الورقية فقد استخدمنا حوالي 8 مشابك. طبعا الفرق، لماذا استخدمنا هنا 6 مكعبات وهنا 8 مشابك؟ بسبب أن حجم المشبك أصغر من حجم المكعب، فكلما كان حجم الأداة المستخدمة في القياس أصغر كلما زادت الكمية المستخدمة منها. ننتقل لحل السؤال الأول. ننتقل لحل السؤال الأول. السؤال الأول يوجد هناك لدينا شكل مساحة. المساحة هنا سوف في البداية سوف نستخدم لقياسها المشبك. طبعا يمكن أن تستخدم المشبك، يمكن أن تستخدم المكعب، أيهما شئت أنت حر. هنا سوف نستخدم المشبك الورقي. المشبك نبدأ بعملية القياس. طبعا لاحظ انه حجم المشابك مثل ما قلت حجم اصغر من حجم المكعبات. 1 2 3 4 5 5 مشابك تقريبا. طبعا حجم المشبك يمكن أن يزيد أو ينقص لأنه ليس ثابت، ليس رقم ثابت 5. طيب الآن في السؤال الثاني سوف نقيس علبة الصمغ الموجودة أمامنا، وهنا سوف نستخدم المكعب. نعم، طبعا عند استخدام المكعبات دعونا نبدأ بعملية القياس. يمكن أن نستخدم هنا مكعب 2 3 4 4 مكعبات تقريبا. إذا قمنا بالسؤال الأول باستخدام المشبك للقياس، في السؤال الثاني استخدمنا المكعب للقياس. في السؤال الثالث نقرأ السؤال: كيف يختلف القياس الذي حصلت عليه في السؤال الثاني إذا استعملت وحدة قياس أصغر؟ طبعا في السؤال الثاني مثل ما تشاهدون استخدمنا المكعب، وحجم المكعب أكبر من حجم المشبك الورقي، فبالتالي عند استخدام المشابك الورقية سوف نستخدم عدد أكبر منها. فإذا استخدمنا هنا أو استخدمنا هنا 4 مكعبات لقياس الصمغ، فيمكن عند استخدام المشابك الورقية أن نستخدم حوالي 6 مكعبات. إذا سيكون العدد أكبر، سيكون العدد أكبر لأنه حجم المشابك الورقية أصغر من حجم المكعبات. ننتقل الآن إلى الصفحة التالية، صفحة 111. 111 في صفحة موجود أمامنا السؤال الرابع، هناك صورة دباسة ورقية. سوف نستخدم لقياس الدباسة الورقية المكعب. نبدأ بعملية القياس. مكعب 2
ثلاثة أربعة خمسة مكعبات، خمسة مكعبات تقريبا، يمكن أن تزيد قليلا أو تنقص. ننتقل للسؤال الخامس. صورة الكرسي الموجودة أمامنا، سوف نستخدم لقياسها المشبك الورقي. المشبك الورقي، نبدأ بعملية القياس. واحد، اثنان، ثلاث مشابك، ثلاثة مشابك، ثلاثة مشابك ورقية. طبعا يتبقى لدينا في الصفحة، يتبقى لدينا في الصفحة السؤال السادس والسابع. طبعا السؤال السادس والسابع سوف نتركهم، عفوا السؤال السادس، نعم، والسابع سوف نتركهم لكم لكي تحلوها بأنفسكم في البيت. ننتقل إلى الدرس التالي، وهو بعنوان قياس الأطوال بالسنتيمترات. قياس الأطوال، طبعا القياس بالسنتيمتر مثل ما تشاهدون هنا، نحن نعرف أنه أي قياس بالسنتيمتر سوف يكون باستخدام المسطرة، ولكن قبل أن نبدأ باستخدام المسطرة في عملية قياس أطوال الأشياء سوف نستخدم المكعبات التي كنا نتحدث عنها قبل قليلا كبديل لكل سنتيمتر، بمعنى أن المكعب الواحد يساوي سنتيمتر، المكعب الواحد يساوي سنتيمتر. المكعب الواحد يساوي سنتيمتر. الآن المثال الموجود أمامنا على أو في السبورة هو استخدام أو قياس طول هذا المقص. المقص هنا استخدمنا حوالي 10 مكعبات، 10 مكعبات، وكل مكعب بما أنه يساوي 1 سنتيمتر فسيكون لدينا 10 سنتيمتر تقريبا. إذن 10 سنتيمتر هو طول المقص الموجود أمامنا. ننتقل لحل مثال موجود أو السؤال الأول. يوجد أمامنا هنا أو هنا اللي هو الحذاء الرياضي، الحذاء الرياضي هذا سوف نقوم باستخدام المكعبات، وبعد ذلك نقوم بتحويل هذه المكعبات إلى سنتيمترات. نبدأ بعملية القياس. واحد، اثنان، ثلاث، 4 مكعبات، 4 مكعبات يعني 4 سنتيمتر تقريبا، 4 سنتيمتر تقريبا. مهم جدا عملية تحويل المكعبات إلى سنتيمتر. نعم، نكتب هنا اللي هو وحدة القياس المكعب، المكعب. السؤال الثاني، هناك قلم موجود أمامنا، نستخدم أيضا المكعبات. طبعا المكعبات هي وحدة القياس الوحيدة المستخدمة في هذا الدرس، لأنه كل مكعب، نعيد مرة ثانية، يساوي 1 سنتيمتر. نبدأ بعملية القياس. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 5 مكعبات يعني 5 سنتيمتر تقريبا. وأيضا نكتب هنا الوحدة المستخدمة المكعب، المكعب. إذن 5 مكعبات تساوي 5 سنتيمتر تقريبا. ننتقل للسؤال ننتقل للسؤال الثالث أو الرابع عفوا، الموجود في الصفحة التالية. يوجد هناك أمامنا صفحة من دفتر، سوف نقوم أيضا بعملية قياسها، نستخدم أيضا المكعبات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، 5 مكعبات تقريبا، يعني 5 سنتيمتر تقريبا، وهنا وحدة القياس المكعب. أيضا في السؤال الخامس هناك صورة المساحة، وسوف نستخدم أيضا المكعبات في عملية القياس.
واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة مكعبات، يعني 5 سنتيمترات تقريبا الوحدة المستخدمة أيضا المكعب. طبعا عملية القياس وعملية وضع المكعبات هنا هي عملية تقديرية، لأنه كما نلاحظ يا أبطال هنا كتبت كلمة تقريبا، يمكن أن تزيد واحدة تنقص واحدة، وهذا لا يعتبر مشكلة. سوف نترك لكم حل السؤال السادس والسابع والثامن كي تحلوهم بأنفسكم. قدر عدد المكعبات، اكتب أو ارسم المكعبات هنا، ثم قم بتحويلها مباشرة. لا تقول مكعب، نقول سنتيمتر تقريبا، ولكن وحدة القياس التي استخدمناها هي المكعب، بما أننا كل مكعب يساوي 1 سنتيمتر تقريبا. في النهاية أشكر الجميع، وأتمنى أن يقوم الكل بمتابعة هذه الدروس وحل التمارين كاملة على الكتاب المدرسي. شاكر لكم وحظا، وأرجو التوفيق للجميع.